تحية إجلال وإكبار لكم أحبة المشاهدين أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج مجلة البتراء اللي يقدمكم من خلاله مجموعة مميزة وتقارير ممتعة. خليكم ويانا بالجو وخلنا نغير جو. نبدأ وياكم من أسبوع شعرية تغنت في حب العراق، وراح تشاهدون معرض تشكيلي للفنان سلام حسن، وراح تكون لكم جولة ويانا في مدينة عمان وتحديدا في شارع الرينبو. وبنهاية حلقتنا راح نتعرف على قومية الشركس وعاداتهم وتقاليدهم. يلا معانا نبدأ جولتنا. نبدأ وياكم اليوم من شوق وحنين واغتراب. في أسبوعة شعرية تغنت في حب العراق أقامها عدد من الطلبة العراقيين الموجودين في الأردن وتحديدا في جامعة البتراء رافقونا. بين اغتراب وحنين وطن تغنى أبناء الجالية العراقية في واحة شعر من خلال أسبوعة شعرية وغنائية أحياها الطلبة العراقيون في جامعة البتراء من العاصمة الأردنية عمان. نحن في أمس الحاجة أن نبني هاي العلاقة المهمة ونبني جسور ما بين الطلاب والوطن والجامعات، وخصوصا بأنهم يشاركون أكثر من 30 جنسية من جنسيات أخرى غير عراقية وغير أردنية فلسطينية في الأردن في هذه الجامعة. فهم حقيقة برأيي السفراء الحقيقيون لوطننا وشعبنا، وسعيدة بهذه العلاقة اللي نخلقها من شراكة بيننا وبينهم كسفارة وكجالية وكطلاب. الجامعة تشجع الطلبة العراقيين بعقد مثل هذه اللقاءات لأنه يفسح المجال للتعبير عن مشاعرهم وعن تضامنهم مع بعض ووحدتهم وتأكيد على الروابط الأخوية بينهم وبين الطلبة الأردنيين. واشتمل الحفل على مجموعة من القصائد الشعرية للطلبة العراقيين في جامعة البتراء إلى جانب عروض موسيقية وأغاني من التراث العراقي والأردني قام بأدائها أبناء الجالية العراقية من طلبة الجامعة، ولاقت تفاعلا كبير من حضور هذا المحفل. كانت فرحة جميلة، جمعت كل أبناء الطيف العراقي في كل التخصصات العلمية والإنسانية، الماجستير والبكالوريوس، كان حضورا مميزا، كانت فرحة جميلة. نسأل الله العراق دائما إن شاء الله منصور، ولأهلنا النازحين العودة. حقيقة أنا جدا سعيد وجدا فخور بهذه المشاركة في هذا الكرنفال العراقي الرائع. أتمنى أن نكون وصلنا رسالة لجميع العالم أنه العراق بلد السلام، بلد الجمال، بلد المحبة، بلد الإبداع مهما كانت الظروف قاسية. والله إحنا نسوي هاي تقريبا كل فصل دراسي، تجمع طلاب العراقيين، تعرف الشعر هو ذائقة لكل الشعب العراقي تقريبا. إحنا خلطنا وياها الموسيقى تقريبا، والشباب هنا الحمد لله ما قصروا. دائما الحمد لله نشكر كل الشعراء الكبار اللي يجون ضيوف عندنا. ارجع يا وطن لو حتى بالتابوت، اللي يقول لك نسيت وداعتك كذاب، وصيت السواتر يا وطن عليك وخليتك امان بركبة السيارة. وصيت السواتر يا وطن عليك وخليتك امان بركبة السيارة، ولو داخل يغنش عطلك شطاط، نرجع لك طيور يقودنا النواب. لو داخل يغنش عطلك شطاط، نرجع لك طيور يقودنا النواب. يا اجمل وطن برضك روينا صغار، اخذنا الشيب احنا وانت بعدك شاب. اختتم الحفل بتسليم جوائز الإبداع للمشاركين من قبل نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد العناني والسفيرة العراقية في الأردن صفية السهيل،
مشيدين بدور الطلبة وتفاعلهم الشعري الذي تغنى بحب بلدهم العراق وعاصمته بغداد، وعطروا أجواء الصباح بابتسامة أمل رسمت على شفاه الحاضرين. الوطن ليس مكان نعيش فيه فحسب، بل ذاكرة نحملها أينما ارتحلنا. هذا ما تعكسه أعمال الفنان سلام الشيخ من خلال معرضه يوميات فنان بحضور عدد من النقاد والفنانين وحشد من أجيالي العراقية. تابعونا. يوميات فنان، عنوان المعرض الشخصي للفنان سلام الشيخ الذي أقامه في العاصمة الأردنية عمان قاعة الأورفل بحضور عدد من أصحاب الشأن والعلاقة بالفن. يوميات فنان هي يوميات كتبت بالرسم لفنان مغترب عاش في العالم خارج العراق ويتواصل مع العراق عبر الصورة وعبر التعبير الصوري والإنشائي التشكيلي للوحة، وحمل معه هموم البلد وهموم الوطن وهموم المجتمع وهمومه الخاصة أيضا. اليوميات هي تقسمت إلى ثلاثة مراحل، وأنا مسرور جدا أنه وصلت الرسالة اللي أريد أوصلها إلى المشاهدين عبر هذه الأعمال الفنية البسيطة. سلام الشيخ من مواليد محافظة ميسان عام 1953، حاصل على بكالوريوس فنون تشكيلية من أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد عام 1976، إضافة إلى دراسته الرسم في جامعتي مدريد وبرشلونة وتخصصه في الطباعة. قام العديد من المعارض الشخصية وشارك بأخرى جماعية في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. يوميات الحرب هي يوميات سجلتها بدقة يوميا، رسمت حالات الحرب ومعاناة الناس، وأيضا استخدمت الاختزال والبساطة في العمل الفني بحيث تشكلت الصور من إنشاءات بسيطة. الأرض التي ترتفع إلى حد السماء تتطابق مع السماء، والأفق، الأشياء والسماء تنسجم بإنشاءات بسيطة لها دلالة، وسرعة العمل أيضا. يوميات الحصار أنا استخدمت إنشاءات أيضا لها دلالة عراقية بحتة، القارب الذي انقلب، الأرض التي جفت، والناس التي تعاني، وسميت هذه المجموعة أهلة وسيوف. المرحلة الثالثة هي مرحلة يوميات مندائي، كوني أنا مندائي، اعتمدت على موضوعة اللفائف والمخطوطات المندائية التي تمجد الإنسان الطاهر وابتهال إله النور، وموضوعة الأبيض والأسود التي هي تعتبر فلسفة الشرق وفلسفة مندائية بحتة، واليمين واليسار، النور والظلام. أعمال الفنان سلام الشيخ تتضمن فكرة مواضيع مختلفة تعود بذاكرتنا لفن العراق القديم، مجسدا لأحداث وقعت في أزمان مختلفة. السيراميك، رسم على الكنفاز، مصور تلك الموضوعات باللون تارة وبالخط تارة أخرى ليضفي عليها في الحالتين تبسيط وسحر الصائغ، مقدما لنا مشهدا تشكيليا يثير في أدراكنا جمالا يربط بين الماضي بالحاضر، ومذكرا بأساطير وحكاية حقب زمنية غاب عنها سحر عوالمها.
احنا الان في فقرتنا التاريخيه، واليوم راح تشوفون شارع مات لفتره من الزمان والان عاد بنكهه شبابيه حديثه ليكون مزيج بين الماضي والحاضر، وهو شارع الرينبو. خلينا نروح نشوف هذا المكان والاشياء المميزه به. شارع الرينبو، هذا الشارع بعد إن هجر لعشرات السنين بدأت الحركة والحياة لتعود إليه من جديد بحضور الشباب والفتيات، والذي أصبح الآن يعج بعشرات المقاهي والمطاعم. شارع الرينبو زي ما هو معروف من القدم، تمام، أنه شارع تاريخي، شارع كثير عريق. طبعا هو شارع قديم بآثاره والمنازل اللي فيه وببيوته ومعالمه. كان شارع الرينبو أقدم شارع بعمان تقريبا، بيمتاز ببناياته العالية، بيمتاز بحضارته، بنضاف بتاريخه، الناس القدامى اللي سكنوا فيه، الملك والوزراء. فيه أقدم مدارس بعمان زي مدرسة المطران، زي مدرسة CMS، زي الكلية العلمية الإسلامية. بيمتاز الشارع هذا بحضارته القديمة، منازله القديمة الأثرية. يعني زمان نعرف كيف كان البيوت اللي جوات هون عمان. هو هذا الشارع عبارة عن شارع حيمي، يعني من أحيى الشوارع في عمان. هون بتواجد فيه جميع طبقات المجتمع، وغير هيك فيه مناطق أثرية، يعني هو قديم وجديد بنفس الوقت. حدثوا في الكافيهات والمباني والمعاهد فيه. بالإضافة لكونه مكانا للترفيه، يستمتع الزائر فيه بمشاهدة الأبنية القديمة التي يحتويها والتي تروي جزءا من تاريخ الأردن الحديث. شارع هذا كثير قديم، يأتي من كل أنحاء العالم، جنسيات مختلفة كثير يعيشون هون فترة معينة، سواء لدراسة أو لأخذ ثقافة المجتمع اللي بعيشوا فيه. والشارع هذا كمان بيجي معظم السياح من الذين يزورونا الأردن. بحب شارع الرينبو، يعني كتير هادي، بقدر أمشي ما حدا بيطلع لي. ممكن المشكلة في كتير جانب، مرات أنا بحس أنه أنا مش بأمان، يعني هاي منطقة تانية. والله شارع جميل جدا وشارع مليء بالفن يعني، وأنا صراحة جربت أكثر من شارع بالأردن هون بعمان بمناطق تانية، بس أكثر شيء انتابني شعور حلو، لأنه يعني شارع بتحس انه فولكلوري. وفيها بيت الملك طلال، وبيت الشريف زيد بن شاكر، وبيت سعيد المفتي، وتقع فيه عدة مراكز ثقافية وترفيهية ومقاهي على الرصيف. شارع مشهور وكل الناس سياحة جانب، يعني شارع روعة جدا، وأنا من الناس اللي أستمتع فيه، آجي من كل مكان، وفي ناس تيجي من أبعد أماكن إله بس للجلسات وللكافيهات وللطلعات وللتمشي. كل طبقات المجتمع بتيجي على الشارع هذا، في عندك حوالينك أهاوي، من أهاوي يعني not so expensive لأهاوي more expensive، و يعني الشارع هذا بذكرني بطفولتي، أنا مغترب أردني مغترب، كنت أجي هون في طفولتي. كان في بالضبط هون وراك كان في محل أتاري وبليارد كنا نيجي عليه. في كمان مشهور هذا بسبب البريتش كونسل، كتير في كان بدرس لحد الآن أظن تدريس إنجليزي من أعلى المستويات في عمان. يقع الشارع في جبل عمان في منطقة الدوار الأول، ويتجه شرقا حتى يصل إلى شارع ماين. ما
وبنهاية حلقتنا اختارينا لكم قومية من القوقاز نزحت إلى البلدان العربية والأردن جراء الحروب العثمانية التي حدثت أنذاك، وهي قومية الشركس. خلي نروح نتعرف على عادات وتقاليد هذه القومية. سياب زاكر قندل ما شخص وشبا ورس خري قال ما شجق وشبا ران سشجق ونحفم شو يا زاكر. الشركس هم قومية ذات جذور عميقة تمتد في تاريخ وحضارة الأمم التي تكون منها الشرق الأوسط، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على ارتحالهم عن موطنهم الأصلي من بلاد القوقاز إلى البلدان العربية ومنها الأردن جرى الحروب العثمانية الطاحنة التي جرت في المنطقة آنذاك. تمت الهجرة ووصلوا الشراكس بداية إلى عمان في عام 1874، فأول فوج وصل لعمان كانوا قبيلة الشابسوغ. قبيلة الشابسوغ هذه سكنت بجانب المدرج الروماني في عمان وفي مغر بسفل جبل القلعة، وباعتبار أنه هاي المنطقة هي قريبة من المياه كانت هنالك سيل عمان، سيل غزير شبيه بالنهر، والينابيع على طرفي السيل من الجهتين، ينابيع مياه عذبة مياه صالحة للشرب كلها. فسميت المنطقة لحد هذا التاريخ باسم منطقة الشابسوغ وشارع الشابسوغ. وبعد هذه الفترة بفترة بسيطة بدأت القبائل الثانية، قبائل القبردي، قبائل العديية، قبائل الزدوب، كل القبائل تدريجيا بدأت توصل إلى عمان، ومن ثم توزعت إلى مناطق أخرى بحيث أنه أهالي الشابسوغ وأهالي القبردي كانوا ساكنين في وسط عمان، وقبائل أخرى سكنت في وادي السير في منطقة اسمها وادي السير، وكذلك في منطقة ناعور، وأيضا في سويلح وبالصيفة والزرقاء، فانتشروا هنا وهناك في عمان والمناطق المحيطة بها. وعندما حطوا رحالهم في عمان لم يكونوا يحملون معهم شيئا إلا ما يحمله المهاجر من ألبسة ضرورية وبعض الحاجات البسيطة كالأمتعة والفراش والأسلحة التي تزين عادة اللباس القومي الشركسي، وبدأوا في تنظيم حياتهم ومعيشتهم، وأخذوا يشقون الأرض ويزرعونها بمحارث من الخشب من صنع أيديهم، كما صنعوا أدوات حصد المزروعات وجنيها ودرسها، وكانت كلها من الخشب. الشراكس يوم دخلوا عمان، عمان ما كان باقي فيها بيت إلا سقف، ما كان فيه نهائيا. أول من بدأوا في بناء البيوت في داخل عمان هم الشراكس، بيت إلا سقف كان، وبعدين البناء من الطين والحجر والسقف قصيب وخشب. وطبعا معظم الشراكس كانوا فلاحين مزارعين، ولكن في منهم برضو من اللي اجوا كانوا مهنيين، في مين بيشتغل بالنجارة، في مين بيشتغل بالحدادة، في مين بيشتغل بالجلود، في مين بيشتغل بالفضة، وهكذا المهنيين اللي كانوا يصنعوا السروج
سروج الخيل، لجام الخيل، رسن الخيل وإشي، صار يجوا أخواننا البدو لعمان بالمقايضة، يجيبوا لهم سمن بلدي، يجيبوا لهم جميد، يجيبوا لهم حاجات من حلالهم، بالمقابل يأخذوا سرج، يأخذوا كذا. صار في نوع من التآلف ومن التآخي والتحابب، وصار يشتغلوا مع بعض. استطاع المجتمع الشركسي أن يحافظ على مواطنته الأردنية دون أن يتعرض ذلك مع محافظتهم على ثقافتهم وهويتهم الشركسية. الشعب الأردني ينظر للتراث القومي الشركسي وعاداته وتقاليده بنظرة احترام وتقدير، واعتبار الفلكلور الشركسي المتمثل باللباس والرقص القومي جزءا لا يتجزأ من التراث والفلكلور الأردني، وكذلك الترحيب بتمثيل الفلكلور الشركسي للأردن في العديد من المناسبات الرسمية والمحافل الدولية. من زمن الملك عبد الله الأول وحتى تاريخ هذا اليوم، الحرس الخاص باللباس القومي في الديوان الملكي هم الشراكسة. يعني هلا لا سمح الله إذا جلالة الملك في مكتبه وقال أخ، أول من يفتح الباب يفوت عليه هو من حرس الشركس، وهذا طبعا له معنى كبير. احنا ما بنقبل حدا يزاود علينا بإخلاصنا ووفائنا وانتمائنا وولائنا لهالبلد وللهاشميين. يوم ما اغتيل الملك عبد الله في القدس، وكان الملك حسين في ذاك الوقت لسه صغير السن، ما اكتمل سنه القانوني حتى يقدر يستلم زمام الحكم، شكلوا لجنة وصاية من الأردنيين من 3 أشخاص يديروا البلاد إلى حين استكمال السن القانوني للملك حسين في هذاك الوقت. فكان أحدهم، أحد الثلاثة، هو شركسي. ما عمرنا حسينا إحنا في هذه البلد إنه إحنا أقلية أو إحنا مش من هالبلد. بالعكس، كان انتماءنا وولائنا ووفائنا كله لهالبلد. وعمرنا ما بننسى موقف الأردنيين معنا، لأنه تعاملوا معنا أيضا بكل محبة واستقبلونا بكل ترحاب، وكنا ولا زلنا متعايشين معهم من أفضل ما يكون. طبعا فيما بعد صار في مصاهرة، صار في يعني تزاوج بين الشراكسة وبين الأردنيين الآخرين، فكلنا أردنيين سواسية في الأردن. إلى هنا أحبتي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مجلة البتراء، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نترككم في أمان الله وحفظه.